طيب بص يا جماعه، المساله اللي هي رقم 7 هو كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي مجموعه الحل ومديني داله في النموذج الاولاني برضه. طب بيقول لي 7 اس 2، قصدي 2 اس 2 س. معلش ممكن حد يقرا لي بس كانش مش واضح قوي. حاضر، مجموعة الحل في ح للمعادلة 2 أس 2 س ناقص 12 صح؟ 12 في 2 س أس س أقصد، وبعدين زائد 2 اس 5 صح؟ ولا 3 اس 5؟ زائد، لا دي 2. طب كويس، بص يا جماعه، انا هاجي احل دي ازاي على طول؟ كل ما عليا ان انا اعمل ايه؟ فاكرين المعادله التربيعيه يا جماعه اللي كنا بنحلها كده؟ يعني لما اقول س تربيع ناقص 5 س زائد 6 تساوي صفر، وكنا بنحلل عادي س وس والستة نعملها 3 في 2 وسالب وسالب وكده وارجع اقول له س ايوه ناقص 3 تساوي صفر، يبقى س بتساوي 3، وس ناقص 2 تساوي صفر، يبقى س بتساوي 2. هي نفس الكلام بس على اسس، بس دي كانت بتنتهي لما بيجيك س كده، س تساوي 3 س تساوي 2. لا دي ما بتنتهيش بقى، دي بندخلها اللوغاريتم. ازاي بقى؟ بص خلي دي كملحوظه كده، هي نفس القصه طبعا. ده 2 اس 5 ده لازم مش معقول هسيبه 2 اس 5، يعني دي 32، يعني كان المساله جالي كده يا جماعه، 2 اس 2 س ناقص 12 في 2 اس س زائد 32 تساوي صفر. برضه هتحلل برضه، بصوا اهو 2 اس 2 س هعملها 2 اس س في 2 اس س، لان فعلا 2 اس س في 2 اس س في 2 اس 2 س. طيب وكان لينا دعوه بالاخراني ده، ال 32 نعملها كام يا جماعه؟ نختار لها 8 في 4. اشمعنى؟ عشان ال 8 في 4 ب 32 ومجموعهم بيساوي 12. طب بالنسبه للاشارات، لو الاخير موجب يبقى ده سالب وده سالب، صفر. طيب كنا بعد كده بنعمل ايه؟ بناخد ده نساويه بصفر، او في المعادله العاديه كنا بناخد ده نساويه بصفر وناخد ده نساويه بصفر، هو ده اللي هيحصل بالظبط. بس 2 اس س هنا هتساوي 8، 2 اس س هتساوي 4. احنا في المسائل العاديه كنا بعد ما بنساوي بصفر دي بنطلع س مباشره، لا دي بيبقى فيها خطوه زياده. ايه الخطوه الزياده؟ طلعت 2 اس س تساوي 8. والله في ناس تمشيها اسس وفي ناس تمشيها لوغاريتمات، يعني انا طبعا يعني عشان جايه 8 فسهل تمشي اسس، لكن افرض 2 اس س دي كانت بتساوي 5 بقى مثلا، بتساوي 6، مش هعرف احولها اسس فبمشيها لوغاريتمات. فانا هحل واحده اسس وهحل واحده، هما الاثنين يتحلوا بالاسس على فكره، انا هحل واحده بالاسس وواحده باللوغاريتمات عشان نفهم ايه طيب تمام، القصه دي. نحل دي مثلا بالاسس، دي 2 اس س، ممكن اعمل الاثنين دي 2 اس، 8 دي 2 اس 3. خلاص الاثنين زائد الاثنين يبقى س تساوي 3. طيب هنا بقى دي همشيها لوغاريتمات، هي تمشي اسس برضه على فكره، بس انا همشيها لوغاريتمات بس عشان اعرف اللوغاريتمات بتعمل ايه. اللوغاريتمات بتدخل له هنا وبتدخل له هنا، بس زي ما انت زمان كنت بتاخد الجهاز التربيع للطرفين، هي دي بتاخد لوغاريتم الطرفين. طب اللو فايدتها ايه يا جماعه؟ بتنزل لي السين دي قبل ده، يعني السين له 2 ودي له 4، بس اللوغاريتم فايدته بينزل السين على السطر بس، ودي فايده مهمه جدا، لان طالما السين نزلت على السطر كان السين مضروبه في لو 2. طب ما انا ممكن انقل لو 2 دي بالقسمه، اهو يبقى س بتساوي لو 4 على لو 2، وعامل على الان انا عندي زرار للو اصلا، ده زرار اللوج، ونطلع الاجابه هتطلع 2. طب افرض واحد كان عايز يحلها اسس، ممكن اهو 2 اس س تساوي 4، طبعا كانت هتبقى اسهل، بس انا خدنا اللوغاريتم ليه؟ عشان اعرفكم ازاي لو جاي 2 اس س تساوي 5 مثلا نعمل ايه؟ مش هعرف اعملها اسس، الخمسه مش هعرف اعملها 2 اس حاجه، فاضطر اعملها لوغاريتمات. هنا كل ما عليا اقول ايه؟ 2 اس س تساوي ال4 عباره عن 2 اس 2. طيب هنشيل الاثنين مع الاثنين يبقى س تساوي 2. تمام بمنتهى البساطه. في حد عنده مشكله فيها يا جماعه؟ ولا في اي مشكله؟ لا تمام، تمام الحمد لله. هتقابلنا تاني يعني، ما تقابلوش كتير في امتحان المساله دي. طب لو خدنا مثلا ايه؟ جه قال لي استخدم منحنى الداله د س لتمثيل منحنى الداله د س ناقص 2 زائد ايه؟ زائد 2 صح ولا زائد 3؟ زائد 2 صح كده؟ طيب أو طيب بص يا جماعه، هي الفكره فيها ايه؟
يعني هو مديني اللي رقم 8. هو منحنى الداله ده س بيساوي 1 على س، ده اللي هو كان بيترسم ازاي؟ دي الداله الكسريه. رسمته اصلا عامله ازاي؟ عامله كده. بتبقى من عند زيرو كده وبتتعمل كده وكده بس. ولو هي سالبه بتتعمل هنا بس. ايه بقى اللي استخدمه عشان ترسم الثانيه؟ يعني الفكره عايز يقول لي يعني انت هتعمل ازاحه كام والشغل ده. طيب بسيط، احنا هنعمل ايه؟ الداله اللي انت بتقول عليها بتقول لي ايه؟ بتقول لي دال س ناقص 2 زائد 2. يعني من الاخر انت عايز ترسم الداله اللي هي كده. دال س تساوي، انت بتقول لي س ناقص 2. بسمي الداله الثانيه ر س، مفيش مشكله. طيب ايه بقى يا جماعه دال س ناقص 2 زائد 2 دي الواجهه بقى؟ يعني عايز يقول لك يعني من الاخر الس ناقص 2 حطها بدل الس. حط لي س ناقص 2 دي بدل س. طب وايه زائد 2؟ بحط زائد 2 على الجنب. بصوا يعني 1 على س ناقص 2 زائد 2. يعني بدل ما يقول لي ارسم الداله ر س تساوي 1 على س ناقص 2، بدل ما يجيبها لي مباشره كده، عمل لي القصه دي كلها عشان يشوفني فاهم الموضوع، ان انا دي جايه من دي ولا لا، او ان انا هعرف ايه معنى المعلومه دي ولا لا. بس مفيهاش اي فهم. طب احنا عايزين نرسم دي، انا زي ما قلت لكم يا جماعه لما نيجي نرسم الداله الكسريه بنطلع حاجه اسمها نقطه التماسك، اللي هي زي راس المنحنى بس بيسموها نقطه التماسك في الداله الكسريه. طب نقطه التماسك دي بتعمل ايه؟ بغير الرقم اللي تحت هنا يبقى موجب 2 واخد الرقم ده زي ما هو. طب بترسمها ازاي؟ مش اي حاجه. نقطه التماسك 2 و2 دي ادي 2 على السينات و2 على الصادات، يعني النقطه هنا. وقلنا يا جماعه منين ما النقطه تروح اعمل لها انا محاور وهميه. محاور وهميه ازاي؟ اهو بصوا اعتبر كده ان في محور وهمي بيمر بقى كده. طب المحاور الوهميه دي هتساعدك في ايه؟ هتساعدني في ان ارسم بس الهلالين دول بالداله مظبوطين. اهو هاجي من جنب المحور الوهمي ده واقوم عامل هلال كده. اهو طب واجي وانا ابقى قريب من النقطه يا جماعه، لازم تبقى قريب من النقطه. اهو واقوم عامل كده انا رسمتها. يعني افرض النقطه بتاعتي مثلا كانت هنا في الهواء هناك هنا خالص. بص اعمل لها محاور وهميه اهي، واعمل لها الهلالين. تروح اي حته اعمل لها المحورين دول. واقوم عامل الهلالين بتوعك خالص. كده الداله اترسمت. طيب ساعات بقى يطلب مني في الداله دي ايه يا جماعه؟ يطلب مني المجال والمدى والمش عارف. المجال بتاعها ثابت. المجال بيبقى ح ما عدا الاول اللي هو 2. ح ما عدا الرقم الاولاني. الاول. طب المدى برضه ثابت. ح ما عدا ثاني رقم. يا مستر هو انا ممكن اسال سؤال؟ هو احنا جبنا نقطه التماثل ازاي معلش؟ غيرنا الرقم ده وخدنا زي ما هو. يعني غير ده سالب 2 عملناه موجب 2. وخدنا الرقم اللي بره ده زي ما هو موجب 2 زي ما هو بس. سهله؟ ايوه تمام. بس يعني مثلا ده كان واحد مثلا يبقى موجب 2 وواحد وهكذا. من غير اشارته يعني، غيرنا الرقم يعني غيرنا اشارته. طيب المفروض طلب مني الاضطراد يا جماعه، الاضطراد بتاعها سهل جدا، ممكن تجيبه اصلا من غير ما تبص على الرسم. ازاي الكلام ده؟ شوف الواحد ده، مش الواحد ده موجب؟ تبقى تناقصيه. مع ان المفروض تزايدية، لا هي عكس ده. طب بس بعملها 2 تناقصيه تناقصيه. وزي ما قلت لكم يا جماعه عندي حاجات ثابته، سالب ما لا نهايه ورقم. وتحت هنا في رقم نفس الرقم وما لا نهايه، ثوابت كده. طب يا ترى مين هو الرقم؟ الاولاني ده هو. دايما الاولاني ده يا جماعه شغال على الاضطراد، وده شغال مدى. ده شغال اضطراد ومجال. اضطراد ومجال، الرقم الاولاني شغال اضطراد ومجال، الرقم الثاني شغال تبع المدى. تلاحظوا حتى الرقم الاولاني ظهر في الايه؟ في المجال. هيظهر برضو في الاضطراد. اثنين خدوا بالكم انا ما خدتش الاثنين دي، خدت الاثنين دي يعني. مقصود خدت الاثنين، يعني ناخد ده زي ما يكون الاولاني. الاضطراد مختص بالسينات. الاضطراد والمجال يا جماعه مختصين بالسينات، بصوا متخصصين. المجال والاضطراد هما الاثنين مختصين بالسينات. الاحداث السين. انما المدى هو متفرد لوحده بالصرف. مختص بالصرف. لو قال لي النوع، طبعا دي دايما نوعها هيبقى ليست ايه؟ زوجيه وليست فرديه. ليست زوجيه وليست فرديه. ليه؟ هي بس الحاله بتاعتها لما تكون جايه بيور خالص كده زي دي كده، ما حصلهاش اي ارقام دخلت عليها ولا ناقص ولا زائد زي دي كده، دي كده فرديه. بصوا لان ايه؟ بصوا ادي نقطه الاصل اهي وهي متماثله حواليها، وهي عمرها ما هتيجي كده.
الا لو قال لي ارسم بقى المنحنى ده، عمره طبعا ما يجي يقول لي ارسم المنحنى ده، ده لازم يدخل لي عليه اعداد وافلام يعني، مش هقول هيجيب لي كده. والله لو جالي كده دي فرديه. عشان بص بصلح اقول له في الربع انت الاول والثاني بتستحمى؟ او في الربع الثاني والرابع. ماشي يا جماعه؟ بس دي فكرتي. بس ما فيهاش اي حاجه يعني. شفتوا طبعا المراجعه، اي حاجه واقع مع حاجه يا جماعه هيلاقيها في المراجعه ان شاء الله بتظبط معاك، ما تقلقوش خالص يعني. طب تعالى نشوف اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. نهى، جايب لي النهى تاني اهو. النهى دي لازم تفهم ان التفاضل كله نهى اساسي. بيقول لي نهى. انا قلت لكم يا جماعه المساله ام اقواس كبيره دي مش كده؟ وهنا يا سيدي دول واضحه جدا انها بتتحل بالقانون. طيب القانون بيقول لي بقى في الموضوع ده وين؟ القانون بس عنده شرط رئيسي. هنا يا سيدي تقول لي مش مشكله، يا سيدي تقول لي ايه؟ ده تقول لي صفر، مش مشكله خالص دلوقتي. القانون مشكلته حاجه، القانون يقول لك لازم لازم، بص يا جماعه القانون يقول لك لازم الاولاني بس يبقى شكل الاولاني. يعني ايه؟ اولا مبدئيا يا جماعه طالما ده اس خمسه انا لازم اعمل ده حاجه اس خمسه. دي الف ب في الموضوع ده. يعني ايه؟ س زائد 2 اس خمسه. طب ما انا ال 32 عارف ان هي 2 اس خمسه اصلا، لسه حاسبها من شويه. ما انتش عارفها، اقعد تجرب على الاله 2 اس خمسه و3 اس خمسه مش كده. لقيت ده مثلا جذر، افرض افرض مثلا جاب لك جذر س زائد 2 وجاب لك ده مثلا 3 مثلا على جنب يعني. قول له انت خلاص خلي ده جذر س زائد 2 وخلي لي الثلاثه دي عباره عن جذر 9. ما هو جذر 9 3 فعلا. يعني طالما ده جذر اعمل لي ده جذر، طالما ده اس اعمل لي ده اس كده يعني. المهم خلي لي الاسس شبه بعضها. طب بالنسبه للي تحت ايه ظروفه؟ طب القانون بيقول لي ايه؟ ان لازم اول واحد ده يبقى شكل اول واحد هنا. وثاني واحد ده يبقى شكل ثاني واحد هنا. بس ما عندناش الا س بس. قال لك ما هو انت عندك امكانيه ان انت تحط حاجات وتشيل حاجات. ازاي؟ انت عايز يعني تعمل واحد هنا شكل ده اعمل اهو. وعايز تعمل واحد هنا شكل ده اعمل. طب يا عم انا كده بوظت المساله. لا انت ما بوظتش المساله على حاجه. راجعها كده تلاقيها مظبوطه. اثنين لو اتشالت مع الاثنين هترجع س تاني. 2 اس 5 اللي هي 32. بس انا ظبطت المساله شكل القانون، لان القانون بيقول لي ايه؟ انا عايز اول واحد هنا، اول حد هنا يكون شكل اول حد هنا او شكل، وعايز تاني حد هنا اللي بعد الناقص يكون شكل تاني حد هنا شكل. اثنين وده اثنين. الشرط الاخير بتاعه ايه؟ ان عايز الاسس فوق شكل بعضها، الاسس تحت شكل بعضها. يبقى القانون بيتطلب مني يا جماعه عايز الاول شكل الاول، الاول هنا شكل الاول هنا، عايز التاني شكل التاني، عايز الاسس فوق شكل بعضها، الاسس تحت شكل بعض. هو عايز الحاجات دي. طب انا كده عملت الاول شكل الاول، التاني شكل ده، ونحط ده في قوس كمان عشان ده شكله اكتر. اول واحد ده يعتبر كله على بعضه حد يا جماعه، ده حد اللي هو الاثنين. يعني الاولاني شكل الاولاني، التاني شكل التاني. طيب ماشي حلو. عايزين الاسس فوق شكل بعض، عملتها لك اهي، كانت دي حتى حولتها 2 اس 5 عشان يبقى اس 5 اس 5. الاسس تحت شكل بعضها، واحد يقول لك ما فيش اسس تحت. طب هو انا يعني لو اغلب وانا لو حطيت لي دي اس واحد ودي اس واحد، ايه المشكله يعني؟ الاس واحد ما بيأثرش في اي حاجه. انا كده عملت المساله شكل القانون ده. انا كده حورت المساله من المنظر ده لشكل القانون. الميزه بقى لو انت قدرت تحقق الشروط دي، الاول شكل الاول، الثاني شكل الثاني، اسس فوق شكل بعضها، اسس تحت شكل بعضها، يقول لك مكافاه ليك اطلع لك الاجابه على طول ولا تحلل ولا توجع دماغك. طب تطلع الاجابه ازاي؟ تيجي من بعد الناقص ده. بس اظبط لي المساله على الشكل ده الاول، ظبطت لي على الشكل ده طلع اجابتك من هنا. اطلع اجابتي ازاي؟ اقسم الاس على الاس. في خد اثنين واحده من دول واطرح الاسس. ولا حلل ولا اعمل اي حاجه ولا مرافق ولا اعمل اي حاجه، لا ما تعملش اي حاجه، هو ده بس الاجابه على طول مباشره. اقسم الاس على الاس وخد اثنين واحده واطرح الاسس. لو انت طلعت 2 اس 5 ولا يعني 2 اس 4 يعني ب 5 هتطلع 80 الاجابه.
يبقى وظيفتك بس يا جماعه اظبط شكلها قانون. بس شكلها قانون ازاي؟ يعني الاول شكل الاول، الثاني شكل الثاني، الاسس فوق شكل بعضها، الاسس تحت شكل بعضها. ظبطت على كده مكافاه ليك، هتطلع الاجابه في فيمتو ثانيه. ازاي؟ تقسم الاس على الاس من بعد الناقص ده، سيبك من الناقص، من بعد الناقص. اقسم الاس على الاس وبعدين خد اثنين واحده من الاساسات دول، ما هو ده اساس وده اس، خد اثنين واحده واطرح الاسس بس. شكرا. يعني كانها خمسه على واحد يا جماعه، تكون اس اربعه يعني. بس انا عملها لكم بالتفصيل الممل يعني. ليه 8؟ خلاص؟ اللي طلعت في الاخر الاجابه بتاعتي 8. تمام؟ مسألة القانون دي مسألة سهلة ولذيذة، بس تحاول تحقق الشروط اللي على الجنب دول. انك تخلي الاولاني شكل الاولاني، والثاني شكل الثاني، بص شكل بعضها، بص تحت شكل بعضها. بس هتلاقي المسألة اتحلت في فيمتو ثانية. طيب تعالى نشوف الشكل المقابل كده. تخلي بقى في النهايات، بس ايه؟ نهايته مراسمة بقى. عادي جدا ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. نهايته مراسمة. بيقول لي يا جماعة نهاية ده س لما س تقول لاتنين. ثانية واحدة كده، هي الدالة جاية مرسومة كده. أدي الاتنين أهي يا جماعة. خد بالك. الدالة لها جزئين. الجزء الأولاني يقرب من الاتنين كده. الشمال. والجزء الثاني عامل لي كده. بصوا الدالة ماشية نقط نقط نقط. ما دي كلها كانت نقط جنب بعضها يا جماعة. عماله تقرب من هنا. خد بالك. فانا يعني حتى انا دخلت ان في خط كده عند الاثنين. الداله دي بتقرب من الشمال والداله دي بتقرب من اليمين. طيب ماشي. طالما دي بتقرب من الشمال ودي بتقرب من اليمين، فانا اقول له ايه؟ اقول له ليميت. اقول له ليميت. ليميت ايه؟ نهى. نهى ده س لما س تقول لي ايه؟ الاثنين. ما هو ده سينات اهي من اليمين الشمال الاول. السالب دي مع جنب مش سالب اثنين يا جماعه، دي معناها تقول لها من الشمال تساوي كام؟ طيب والنهايه من اليمين تساوي كام؟ نهايه الداله من اليمين تساوي كام؟ والله لو طلعوا الاجابتين زي بعض يبقى انا ايه؟ يبقى الداله لها نهايه. طب نيجي نبص كده، طب نجيب الاجابات ازاي؟ قال لك بقى لما تيجي تجيب الاجابه بتاعت النهايه دي تبص بقى على مين؟ تبص على الواي، تبص على الاكس، على الصاد. انا اسف. ازاي؟ يعني الاثنين هنا قصاد مين على الصاد؟ لقيتها قصاد واحد. ودي قصاد مين؟ قصاد سالب واحد. يعني افهم من كده ان النهايه بتاعت هنا تساوي واحد. النهايه بتاعت هنا تساوي سالب واحد. طب ما طلعوش شكل بعض. طب دي طلعت اجابتها واحد ودي طلعت اجابتها سالب واحد. ما ينفعش. يبقى النهاية غير موجودة. طب لو كانوا دي طلعت واحد ودي طلعت واحد، خلاص يبقى النهاية موجودة وتساوي واحد. بتقول له بقى يعني افرض في مسألة تانية قام طلع لي كده، مطلع لي النهاية دي اللي هي بتاعت اليمين دي مثلا، مسألة تانية غير الأرقام حتى. طلعت مثلا بخمسة. والنهاية الشمال قصدي النهاية اليمين طلعت بخمسة، خلاص أقول له لا ده النهاية موجودة وزي الفل، والنهاية أهي بتاع الدالة عامة بتساوي خمسة. تمام يا جماعة؟ لكن هنا أنا لقيت النهاية من اليمين غير النهاية من الشمال. طب أنا يهمني إن الإجابة بتاعت النهاية يا جماعة لو لاحظتوا كانت على الصاد. كانت على الصاد. شوف الرقم اللي قصادها إيه على الصاد. قصاد الدائرة المفتوحة دي. إيه على الصاد. ماشي بس. طيب. يبقى ده من إيه؟ بيرجع لنا على درس النهاية اللي هو بتاع الرسم. هو درس يعني رخم شوية بس إيه، بس الحمد لله فاهمين يعني القصة بشكل. طيب تعالى نشوف اللي بعدها كده. شفتوا يا جماعة حل الامتحانات مختلف تماما عن المنهج إزاي؟ يجيب لك حاجات أنت ما تخطرش في عقلك، يعني إيه؟ أفكار. يجيب لك أفكار مهمة. بتلاقي المسألة لما كذا مسألة، فدايما الامتحانات أحلى من الإيه؟ من المنهج. حل مثلث قال بيجي من الذي فيه مش عارف ايه. طب حل المثلث ده يا جماعه اتفقنا اول ما اشوفها، اول ما اشوفها تقول انت عامل ايه؟ تقول انت عامل الجدول ده لحد بقى. بص الجدول ده ليا انا لنفسي مش عايز تعمله ما تعملوش، بس هو يلخص لي انا مسالتي. ثلاث اضلاع وثلاث زوايا.
بس. ثلاث اضلاع هو المثلث اسمه ايه؟ اسمه الف بيجن. خلاص الف شرطه ب شرطه ب شرطه، الثلاث زوايا زاويه الف زاويه ب زاويه ب بس. الخص لنا ويريح لي دماغي اعرف المساله فيها ايه وايه اللي ناقصني، واستخدم قانون الجيب ولا قانون الجيب التمام ولا ايه نظامي. طيب قال لي الف شرطه ب 21، حلو ماشي، انا مش مشكله عندي الاضلاع، انا اللي مهم الزوايا بس. جتا ب ب 3 على 5. ثانية واحدة كده، هو لما جتا ب ب 3 على 5 يا جماعة، مش احنا خدناها في أولى ثانوي إن أنا ممكن أجيب الزاوية نفسها أو ما أعمل شيفت كوزاين، مش جتا دي كوزاين؟ شيفت كوزاين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ب 3 على 5. حد يعملها كده ويطلعها لي، شيفت كوزاين كده ب 3 على 5 بكام؟ هتطلع زاوية طبعا، ونعمل لها كومة. طبعا نقيس كومة بقى بعد ما أعمل كده، في زاوية اسمه كومات كده جنب بعض. حد ممكن يعملها؟ طيب مفيش مشكلة، مش لازم عشان ما نضيعش في وقت. قول. طلعت بأقول ماشي. أنا هقول رقم ثلاثة يعني وخمسين كام؟ 53 زاوية وسبعة دقيقة. ماشي 53 درجة و7 دقايق، ماشي حلو. رايحين كاتبينها. شكرا. تعالى كده. الجيب برضه مش عايز يديها لي، بيقول لي ظهر جيب. ولا يهمك يا بطل. ظهر جيب بكام؟ 5 على 12، نعمل لك شيفت تاني. دي مشكلة يعني. شيفت تاني، ده كان درس عندنا في أولى إعدادي ولا في تالتة إعدادي، في أولى ثانوي وفي تالتة إعدادي. ها اعملي دي كده يا أسماء. يا سارة. مين اللي عملها أنا ولا إيه؟ 22 درجة و37 دقيقة. أنا زين. 22 درجة وكام؟ 37 دقيقة. 7 دقايق برضو؟ 37 دقيقة. ماشي 37 دقيقة، حلو أوي. حلو قوي. 22 درجة 37 دقيقة. طب ما اقدر يا جماعة اجيب الزاوية دي بقى، خلاص زاوية الف ولا درجة، هنعمل ايه؟ 180 ناقص على الآلة بقى مجموع الزاويتين دول، وشكرا. الأولانية طلعت 53 درجة و ها و7 دقايق، والثانية طلعت مش عارف 22 درجة و37 دقيقة. ماشي ها، واللي يطلع برضه اعمل له كومة برضه طالما انا عمليه شغاله كلها ايه درجات وده وثواني كده. طلعت كام يا زينب؟ مين اللي كان بيعملها زينب ولا مين؟ طلعت 340 درجة و16 دقيقة. حلو 104 حلو قوي، 140 درجة وستة. وده اللي انا عاوزه من الدور. 104 و16 104 دقيقة يا 104. ماشي ماشي. احنا اتفقنا يا جماعة 104 درجة و16 دقيقة. انا قلت يا جماعة لما الاقي الثلاث زوايا بتوعي موجودين، قانون الجيب على طول، قانون الجيب بيحب تكون الزوايا الثلاثه موجودين. طب هل قانون الجيب التمام ما حلهاش؟ يحلها، بس انا بتكلم على حاجه يعني خدوا بالكم، المسألة ينطبق عليها الجيب والجيب التمام، يعني ممكن القانونين يمشوها، ولكن في بعض المسائل ما تمشيش الا جيب، وبعض المسائل ما تمشيش الا جيب تمام. بس انا بتكلم على افضل قانون مناسب للمساله. لما تلاقي الزوايا كلها كده الحمد لله عمرانه كده وموجوده، قانون الجيب افضل. تلاقي بقى في اي لعبه مع الزوايا، يعني مديك زاويه واحده مش مديك ولا زاويه، قانون الجيب التمام على طول. يبقى جيب التمام يا جماعه عاملينه للمثلث اللي هو فيه عيوب. فيه عيوب يعني ايه؟ ما عندوش ولا زاويه، عنده زاويه واحده. لكن طالما الزوايا اكتملت كده يبقى المثلث ده زي كده زي الفل، قانون الجيب افضل ليه، افضل ليه، يجيبه بسهوله. خلاص يبقى انا هطبق قانون الجيب. قانون الجيب بيقول ايه؟ انا اول ما لمحت يا جماعه الثلاث خانات دول موجودين يبقى ده قانون الجيب افضل. طب قانون الجيب بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول الف شرط على جا الف يساوي ب شرط، وقانون لذيذ وسهل ومش قانونين زي الثاني، بس كل ما عليك هتبتدي تتعوض. بس الف شرط ب 21 جا الف، وعندك بقى الزوايا طبعا باخد دول على ده، حاول بس ان هو 4 للاختصار يعني، بس الامتحان بقى انت عاملها بالايرادات والكلام ده. ايه شرطه مش موجود على جا 53، جيم شرطه مش موجود على جا 22. كل ما عليها يا جماعه نعمل زي سنه سته مقصات. هتعمل مقصات ازاي؟ او هتجيب بيه شرطه، حاضر بيه شرطه يساوي، ما بقول لي حل يعني طلع كل اللي فاضل، تقوم عامل مقص مع دي يبقى 21 جا في جا 53 على جا 104 واحسب. سي مثلا طلع 12 مثلا، طلع كاتب 12. طيب عايز اجيب جيم شرطه،
قام عامل له مقص معادي برضه بس على عن بعد كده اهو، سيب 104 تحت، مفيش أكتر من كده، 21 في جت 22 واحسب، قول مثلا هيطلع له مثلا ايه 15 سنتي مثلا مثلا كده. احنا حلينا المثلث يعني كملنا كل حاجه بس. طيب ساعات بيقول لي طب اوجد مساحه المثلث، اوجد محيط المثلث، دي القوانين بقى اللي احنا واخدينها يا جماعه. مساحه المثلث مثلا معروفه ان هي نص، اختار لك اي ضلعين الف شرطه ب شرطه جاكي، وتعوض بس يعني نص في 21 في 12 في جا جيم اللي هي جا زاوية جيم اللي هي 22 درجة، بتحسبها على الآلة وشكرا. طب احسب محيط المثلث هتجمع الثلاثة دول، طب احسب مش عارف نصف القطر، هو نفس القانون ده بس جنبه اتنين هنا. طب احسب القطر، القطر يا جماعة هو نفس القانون ألف شرط على جا من غير اتنين تحت. ليه؟ لأن القطر ما أكون نصف القطر مرتين، فنصف القطر نحط اتنين تحت هنا كده، ألف شرط على اتنين جا ألف. القطر ما تحطش اتنين، تقول ألف شرط على جا ألف على طول، لأن في الأساس يا جماعة القانون ده بيساوي قطر الدائرة المرة بالمثلث الأساس يعني. فساعات يقول لي قطر الدائرة المرة بالمثلث خلاص، أي واحد من دول يمشي، قول له ألف شرط على جا ألف وعوض، أنت عندك الألف شرط اقسمها على جا ألف، بس ما تنساش الجا يا جماعة، هيقوم طالع لك القطر بس. تمام؟ يبقى كده المثلثات يا جماعة ما عندناش معاها أي مشكلة. مستر معلش ماشي، حاسه انا مش فاهمها قوي، حضرتك ممكن تعيدها تاني الاول؟ معلش يعني احنا الاول ادانا الضلع ده ومش راضي يديني الزوايا، يعني الزوايا مش مدالي مباشر، بدل ما يقول لي زاويه ب مثلا ب 53 درجه بيلففني يقول لي جت ب 3 على 5. طب ايه المشكله؟ انا واخد اولى ثانوي ان انا اديتك 3 على 5 يعني انت شفت كوزاين، هتقوم طالعه الزاويه. طب زاويه ج برضه مش عايز يديني مباشر يقول لي ظ ج مش عارف ب 5 على 12، طب نعمل شيفت تاني، قامت طالعه لي 22 درجه. طب انت عندك الزاويتين دول مش هقدر اجيب الثالثه، يطلع بكام؟ 104 يجمعهم ونطرح 108. طالما بقى عندي الثلاث زوايا اطبق قانون الجيم، قانون الجيم بيقول ايه؟ الف شرط على جا الف، ب شرط على جا ب، ج شرط على جا ب. طيب الف شرط بكام؟ 21، جا الف طبعا اللي فوق دول يا جماعه اضلاع يعني متاخدين من هنا، اللي تحت هما زوايا متاخدين من الخانات دي. يبقى الف شرط 21 على جا الف اللي هي 104. ايه شرطه؟ مش ما كانش موجود اصلا. على جا ب اللي هي 53، ج شرطه على جا ج اللي هي 22، ونعمل مقص زي واحنا صغيرين. كنت عايز اجيب البي شرطه بعمل ايه؟ اللي شابك معاها ده المقص ما فيهوش مشكله بقى، اللي شابك معاها اللي هو جا 104 نحطها تحت ونضرب 21 في جا 53 فوق، تمام؟ ونحسبها على الاخر. طيب عايز ايوه يا مستر، مثلا المشكله اللي لخبطني ان هو المثال ده مش زي اللي عندنا، عندنا مثال تاني. ان هو ايه؟ المثال اللي حضرتك بتحليته ده بتاع الادبي، عندنا مثال غيره. مش مشكلة يا جماعة، ما هو موجود على الأدبي والعلمي. ما هو خدوا بالكم، أصل منهج أدبي موجود كله جوه منهج علمي. فمش ممكن هتلاقي حاجة عند الأدبي مش موجودة عند العلمي. أنا ما أنا بحله برضه العلمي هيستفيد منه. فمن حاجة مش فارقة يعني. أصل الفروقات بينكم بسيطة أوي، مش يعني مش أنتوا عندكم نص المنهج مثلا في أدبي وهم عندهم المنهج كله، الفروقات بينكم بسيطة جدا يعني. مش جامدة أوي، مش جوهرية أوي. ماشي تمام يا جماعه. طيب لو جينا بصينا على اللي بعديها، معلش لو اللينك فصل هتخشوا تاني على نفس الايه اللينك. طيب لو جينا قلنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هو ممكن بدل ما نفصل مننا يا جماعه نفصل الميتنج ده وتخش تاني على يعني تخش تاني على نفس اللينك بعد اذنك، عشان هيفصل احنا شغالين.